الله الرحمن الرحيم، باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي يعقدها السيد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني للإعلان عن لائحة المنتخب الوطني التي وجهت لها الدعوة للمباراتين الوديتين أمام منتخب تشيلي برشلونة يوم 23 سبتمبر 2020 ومنتخب باراغواي يوم 27 سبتمبر. سويت بغيتك تقربنا اكثر من الاتصال ديالك مع حكيم زياش، كيفاش قنعتيه باش يتراجع على الاعتزال ديالو؟ واش العوده ديالو جات حيت هو متحمس وباغي يلعب في المنتخب ولا كانت فقط مصالحه مع وزن؟ شكرا. شوف حكيم، كانت سهله، كان لا كومونيكاسيون بينه وانا كانت كلير، هضرت معاه كما المدرب ديال المنتخب، شرحت له ملي حنا بغينا لي ميور جوور، هو يفي بارتي لي ميور جوور، وما يمكنش نشوفوا المغرب بلا حكيم في كاس العالم، بالحق الحكيم اللي كنبغيو اي واحد اي مغربي، حكيم اللي غيتقاتل اللي غيحتنا الاضافه اللي غيبغي يجي ويتقاتل، وفي الهضره ديالي معاه ديما كانت كلير، حتى هو كيبغي بلادو وراه لنا قبل ديجا، ماشي بحال شي واحدين اللي كانوا كيستناو واش يمشيو لوروب ولا، هو ديما خطر المغرب بحال حكيمي بحال مزراوي، دونك هادو كنحترم، وانا واحد اللي كيحتاج اللي اختار البلاد ديالو ويجي ديما، ولا نقدر نعاونو غنعاونو بحال بلي كاليتي. ومي عندك واحد كيلعب في تشيلسي، واخا الناس كيقولوا ما كيلعبش، حتى ملي كيلعب ان ماتش 90 مينوت ان ماتش 45 مينوت، واخا يلعب غير 20 مينوت كتبقى تشيلسي. كاين دي زانترناسيونال في تشيلسي اللي ما كيلعبوش، بحال كاين دي زانترناسيونال اللي ما كيلعبوش بايرن ميونخ. حنا المغرب اللي عندنا جوار كم حكيم، il faut le mettre dans les meilleures dispositions باش نعاونو، وهو خصو يحتي لو ماكسيموم باش يعاوننا. وهو ملي قلت له غنعيط لك، سالات الهضره، كيبغي بلادو ورجع، بالحق لي ترا قبل ما كيامنيش، انا كيامني، انا عيط له قال لي غنجي، واي واحد فرحان. دابا بحال اللي قلت له عندنا الخدمه، حتى هو تعطل كان عام ولا عام ونص ما كانش في المنتخب، حتى هو خصو يشم الريحه ديال التيران مع صحابو. Mais pour moi, je suis très satisfait. C'était une obligation de recoucher les Alina. Donc, il y a le mouvement. Donc, Inch'Allah. Avant-centre, c'est pour toi la salle. Abdelzak, donc voilà, on a une bonne discussion. Déjà, je suis suspendu à Bachor, à Al-Tarqa Diallo. Je suis en train de me chauffer, je la suspension à. غتسالي الولد لعب ماتش ممكن دابا شي 4 ايام ولا 5 ايام او 90 دقيقة ديالو، وبحال اللي قلت عبد الرزاق كاين بزاف اللعابه اللي كيستاهلوا يجيو، هو يقدر يكون منهم، يماركي البيوت بحال اللي كان كيدير، ومن بعد غنشوفوا واش يقدر يعاوننا في لو فيتور. بحال فهاد لا ليست هادي بالنسبه لي كان عندنا 3 اتاكون اللي كانوا بحال اللي قلت لكم، ما بغيتش نبدل بزاف في الجروب. عندنا واحد لاتاكون اللي في باري اللي وليد شيديرا، حتى هو غادي مزيان، ماركا 4 بيوت في 5 الماتشات، حتى هو بغينا نشوفو، والباب محلولة على أي واحد. كنقولها لكم فوق فاس دي شوا، بحال الحمد لله، بحال شفتوا فجر ما كاينش، باركوك ما كاينش، كاين بزاف لاعبين اللي ما كاينينش، حتى هما يستاهلوا يكونوا. حك عندنا بوكو دو شوا فير، ولا ديسيزيون ديالي هي عبد الرزاق بور لو مومون ما كانش يقدر يجي معنا اليوم، ونتمناو يكون في المستوى ديالو باش في لو فيتور يدي بلاصتو حتى هو. حق اليوم بو موا عندي لي كات زاتاكون هما لي شوا ديالي. سي وليد هو مرتبط باللاعب زياش، حنا كنعرفوا حكيم زياش هو اللي كان بحال نقولوا هو النجم ديال المنتخب الوطني، كان هو اللي كيتكلف الضربات ديال الاخطاء والضربات ديال الجزاء. فمن خلال الكلام ديال قلتي بانه تواصلتي معاه، فواش تكلمتوا على هذه المساله هذه اولا، وثانيا واش حتى اذا ما تكلمتوش عليها، واش غادي تخليوها كيف ما كانت يعني مع المدرب السابق ديال الناخب الوطني، او انه غادي يتم تحديد ديال لاعب اخر اللي يقدر انه ينفذ هذه المساله هذه؟ شكرا. وبعد ملي هضرنا معاه هضرنا باش يرجع، ما هضرناش واش غيضرب بينالتيات ولا غيضرب كفر، مازال ما وصلناش على هادشي، يمكن غيكون في لو بون، انت ما عارفش ولا ما لعبش واحد اخر اللي غيضرب. شوف هادشي هاد لي ديتاي حنا غنقادوها مع ستاف ومع اللعابه، شوف مع لي جوار انتيليجون ما كانش مشكل،
مرة كدير واحد في الواقع وواحد كيشما وكيضرب عليك 90 في الكوفرون. دونك هادي غنقادوها مع الدراري، غنهضروا مع اشراف، كيضربوا مزيان، كاين حكيم، كاين بوفال، كاين بزاف اللعابه، كاينين اللي غيكونوا في لو بون، اللي غيكونوا كوفرون، كاينين اللي غيكونوا تيتولير. هادي غنشوفوها. بعد المهمه يا حكيم راجع، من بعد واش غيضرب بيناتيات ولا كوفرانات حاجه اخرى. كوفرانات. شكرا لكم، نلتقي في ندوات ان شاء الله. شكرا. سلام.